يقول راجع عفو رب سميعي محمد بن الجزري الشفيعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات محرري التجويد والمواقف. وما الذي رسم في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها وتاء أنثى لم تكن تكتب بها. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فشيم الشين يا، والضاد من حافته إذ وليا، غدرس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت اجعل، والراء يدانيه لدار أدخل، والطاء والدال وتا منه ومن عليا الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثال العليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، بل فما عرف الثنايا المشرفه للشفتين الواو باء ميم وغنة مخرجها الخيشوم. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. صفات هاجر ورخو مستفر منفتح مصمتة والضد قل، ماموسها فحثه شخص سكت، شديدها لفظ أجير قط بكت، وبين ريح والشديد للعمر وسبع علو خص ضغط قذ حصر، وصاد ضاد طاء ضاء مطبقة، وفر من لب الحروف المذلقة، صافرها صاد وزاي سين، قلقلة قطب جدين واللين، واو وياء سكنا وانفتح قبلهما والانحراف صحح، في اللام والراء وبتكرير جعل، وللتفشي الشين ضادا استطيل. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزل، وهكذا منه إلينا وصل، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة، وهو إعطاء الحروف حقها
من صفة لها ومستحقها، ورد كل واحد لأصله، واللفظ في نظري كمثلي مكملا من غير ما تكلف، باللفظ بالنطق بلا تعسف، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، ورققا مستفلا من أحرفه، وحذرا تفخيم لفظ الآلف، ورققا مستفلا من أحرفه، وحذرا تفخيم لفظ الآلف. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، وهمز الحمد أعوذ إذينا الله ثم لام لله لنا، وليتلطف وعلى الله ورد، والميم من مخمصة ومن مرض، وباء باق باطل بهم بذك، فاحرص على الشدة والجهل الذي فيها وفي جيمك حب الصبر، ربوتي ليش تردت وحج الفجر وبين وحج الفجر وبين المقلقل إن سكن، وإن يكون في الوقف كان أبينا، وحصحص أحط الحق وسين مستقيم يسقو يسقو. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت، إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا، والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، وفخم اللام من اسم الله عن فتح أو ضم كعبد الله، وحرف الاستيلاء فخم وخصوصا بطبق أقوى نحو قال والعصا، وبين الإطباق من أحدت مع بسطت والخلف بنخلقكم وقع، واحرص على السكون في جعلنا أنعمت والمغضوب ما ضللنا، وخلص انفتاح محذورا عسى خوف اشتباهه بمحظورا عصى، ورعي شدة بكاف وبتا كشرككم وتتوفى فتنة، وأولي مثل وجنس إن سكن أدغمك قول ربي وبل وأبن، في يوم ما قالوا وهم وقل نعم سبحوا لا تزغ قلوب فالتقى. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه، واضطد باستطالة ومخرج ميز من الضاء وكلها تجي، بالضعن ظل الظهر عوض من حفظي، أيقظ وأنظر عظم ظهر اللفظ، ظاهر لظى شواذك عظم ظلمة، أغلو الظلام من ظفر انتظر غمة، أظفر ظنا كيف جاء وعد سوى
عذ الأضال لن نحل زخرف سوى وظلت ضالتم وبروم ضالوا بالحجر ضالت شعراء تضالوا يظلنا محظورا مع المحتضري وكنت فظا وجميع النظر إلا بويل هل وأولى نظرة والغيظ لا الرد وعود قصيرة والحظ لا الحظ على الطعام وفي ضليل الخلاف سامي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وإن تلاقى البيان لازم أنقض ظهرك يا عبد الظالم واضطر ما وعدت ما أفضتك وصفي هاجبهم عليهم وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إذ تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وحكم تنوين ونون يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى فعند حرف الحلق أظهر والداغم باللام والرلا بغنة لازم وأدغمان بغنة في يومين إلا بكلمة كدنيا عنوان والقلب عند الباب غنة كذا لخف لدى باقي الحروف أخذا الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين وبالطول يمد وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة وجائز إذا أتى منفصلا أو عرض السكون وقفا مزلا الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وبعد تجويدك للحروف لابد من معرفة الوقوف والابتداء وهي تقسم إذن ثلاثة تام وكاف وحسن وهي لما تم فإن لم يجد تعلق أو كان مانا فابتدي فالتام فالكاف ولفظا فامنعا إلا رؤوس الآي جوز فالحسن وغير ما تم قبيح وله يقف مضطرا ويلدى قبله وليس في القرآن من وقف وجب ولا حرام غير ما له سبب الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه وعرف لمقطوع وموصول وتى في مصحف الإمام فيما قد أتى فاقطع بعشر كلمات ألا مع ملجأ ولا إله إلا وتعبد ياسين ثاني هدلا يشركنا تشرك يدخل أن تعلو على ألا يقول لا أقول إما
بالرعد والمفتوح صين وعم نوه اقطعوا مما بروم والنساء خلف المنافقين أمن أسس خصلت النساء وذبح حيثما وألا من مفتوح كسر إنما لنعم والمفتوح يدعون ما وخلف نبل ونحل وقع وكل ما سألتموه واختلف ردوا كذا قل بئس ما والوصل صف خالفتموني واشتروا في مقطع أوحي أفضتم واشتهت يبلو مع ثاني فعلنا وقع أطر من كلا تنزلني الشعر وغير ذي صلة فأينما كان نحل صيل ومختلف في ظلة الأحزاب والنساء وصف وصف فإن لم هدى لن نجعل نجمع كي لا تحزنوا تأسوا على حج عليك حرج وقطعهم عن من يشاء من تولى يومهم وما لهذا والذين هؤلاء تحين في الإمام صيل ومهلا ووزنوه ووكلهم صيلي كذا من الوهويا لتفصيلي الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن ومحبه ورحمة الزخرف بالتزبرة لعرف روم هديك في البقرة نعمتها ثلاث نحل إبراهام معا أخيرة عقود الثانيهم لقمان ثم فاطر كالطور عمران لعنة بها والنور وامرأة يوسف عمران القصص تحريم معصية بقد سمع يخص شجرة الدخان سنة فاطري كلا والأنفان وحرف غفيري قرة عين جنة في وقعت فطرة بقية وابنة وكلمة أوساط الأعراف وكل ما اختلف جمعا وفرضا فيه بالتاء عرف الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن ومحبه وابدأ بهمز الوصل من فعل بضم إن كان ثالث من الفعل يضم واكسره حال الكسر والفتح وفي الأسماء غير اللام كسرها وفي ابن مع ابنة امرئ واثنين وامرأة واسم مع اثنتين وحذر الوقف بكل الحركة إلا إذا رمت فبعد حركة إلا بفتح أو بنصب وأشم إشارة بالضم في رفع وضم وقد تقضى نظمي المقدمة مني لقارئ القرآن تقديمة والحمد لله لها ختام ثم الصلاة بعد والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه وتابعيه من وليه أبياتها قاف وزاي في العدد من يحسن التجويد يظفر بالرشاد الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن ما محبه الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن ما محبه الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن ما محبه.